لانكوني واحد من اكبر الروابا وصاحب واحد من احسن الالبومات في تاريخ الراب المغربي عربي لاح تراك اخيرا بعد خبره ديال اكثر من عام و9 شهور تقريبا عامين ما لاح والو. كلشي كان كيتسناه باش يرجع. شنو تراك اللي غيرجع به مورا هاد الخبره كامله؟ خصوصا انه ما كيدويش بزاف، ما كيديرش ستوريات، يعني غيدوي نهار غيلوح. وداكشي اللي كان فعلا راه البارح رجع بتراك اسمها ماما اللي معبر ديال بصح وصيفط بزاف الميساجات كاع الناس اللي كانوا دايرين به. واكثر من هادشي بحال جاوبنا علاش كان غابر. اليوم نحاولوا نحللوا مجموعه قربوا لشرح الكلمات كاملين اللي قال والمعنى ديالها. ومقابل حاجه واحده بغيت هاد الفيديو بالضبط عمرو بلي لايك وما نسى نطول عليكم ونخليكم مع طاب طاب اللي كنبغي نصح بها اي واحد ساكن على برا وكيوحل باش يصيفط الفلوس لدارهم في المغرب سواء العيد رمضان ولا اي مناسبه باغي تعاون فيها مالين الدار في المغرب. قلوا معايا مزيان، انت في برا وباغي تعاون داركم في المغرب، فراه طاب طاب احسن حل ووسيله تمكنك من انك تصيفط الفلوس من بلاصتك. وفي الحين الا كنتي ساكن في الدول اللي نخليكم هنايا، اغلبيه الدول اللي كتركزوا فيهم المهاجرين في اقل من دقيقه غتصيفط لداركم المبلغ اللي بغيتي اللي يقدروا ياخذوا في الحين من اي كاش بلس وفاكاش وتجاري يعني من اي بلاصه. احسن حاجه في الابليكاسيون هي ما كايناش كوميسيون. مثلا انا وكاع الدراري اللي كنعرف راه استعملنا في هذه العداده باش نصيفطوا لديورنا، زيد على انك الا استعملتي الكود ديالي فاروق كيزيدوك 50 درهم باش تصيفط على المبلغ اللي انت غتصيفطو. انت مصيفط 200 درهم غتولي مصيفط 250. بنصحكم بها وكندعيكم انكم تستعملوها باش تعاونوا ديوركم. لقاو لي ديالها في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. صوري اخويا كيف ما كتشوفوا حنا دابا قدام تراك ماما. الناس اللي خدموا على هذا البروجي هما هادو سكيزو راه معروف على يد الرئيس اللي هو اللي عاون في الكليب واللي كان ديريكتور ديالو. بروديوسر كان هو مهدي اون ذا تراك. ارتستيك ديريكتور كان هو الزواقي نور الدين. تحياتي لهادو كاملين. داروا كليب فريمون زوين بزاف حنا غنشوفوه كيف ما كتشوفوا في نهار تقريبا نص مليون واحد ولا 400,000. هادشي راه في يوتيوب ستوديو يكون شاف اكثر من نص مليون. وكيف ما كتشوفوا لي كومونتير حاجه وحده هو ان التراك بالضبط بزاف عجبهم وبزاف انتقدوا. يعني كاين جوج انواع ديال الناس مي غنتعرفوا عليه نقدروا نعرفوا السبب علاش. اوكي تو دابا ندخلوا ونعرفوا تراك علاش كيدور. انا نجبد الكلمات هنايا بدا. اوكي اصلا كاين الليركس لتحت شوفوا الكليب مخدوم. هنا كيبان لينا صور، هنا كيبان لينا واحد لانكوني كبير في العمر لابس قبعته القش. دير هنا واحد طانكا ديال الين راه غتبان حتى في الكليب من بعد. هو شارف بحال كيدور هنا في المخيله ديالو ولا في حياته كيعاود يشوفها كامله. كما كتشوف هو عرحال عا كيدور مازال ما عرفش فين غادي. رجع الذكريات ديال حياته يمكن هذا هو الشرح ديال الدار اللي في حياته كامله. كما كتشوفوا هادو دي سيكونس ولا هادو بعض الاحداث اللي غندخلوا في كل كادر فيهم وغادي نشوف الكلمات ديالهم وداكشي اللي كيبان فيهم. بيان سور حياه كل واحد باش كتبدا هو كيقلب دواك هو لا يكون شارف غيبدا بالوقيته اللي تزاد فيها. دونك هذا هو لانكوني يلاه تزاد كيعاودوا اللحظه. لاحظتوا الكليب كامل مبني على الوان قلال اللي هما الليموني الكحل الى اخره. تشوفوا الليموني كيتعاود بزاف في الكليب وكتبان فيه الزربيه شحال من مره. صراحه ما عرفتش اش دير هنا في الحيط اللور مي نكملوا الكليب. دونك اول شوفوا هو هذا هو لانكوني الكبير بالقبعه عرفناه. هنا غندخلوا واحد لانكوني اخر اللي هو نفسه دابا غيبدا يغني. ماما قالت لي انا الماضي في حياتك ما كتعاودش. ماما قالت لي انا المراه اللي في حياتك ما كتعاودش. انا فحال كاودي رجع الذكرى ديال المشاكل اللي وقعوا لي في حياته الشخصيه. وفي الماما ولا الوالده ديالو هي المراه ولا الانثى الوحيده اللي لقاها في جنبه اللي ما عمرها ما غتعاود. يعني ما تلقاش شي مره بحال الام ديالك. كلامك على حق ما كيتعاودش. هنا هو كيجاوب الام ديالو كيقول لها وكلامك على حق ما كيتعاودش. يعني بحال داك الشيء اللي كانت كتقول لي صدق بصح. انا المراه الوحيده في حياته هي الوالده ديالو الى اب صح كلامك ما كيتعاودش. يا اللي مرضي والدينا عمره ما كيخيب. قالت لي اللي مرضي والدي ما عمره ما كيخيب. يعني واحد المشاكل اللي وقع لك في حياتك الى اخره انت مرضي يا ولدي ما غتخيبش. اللي مرضي والديه ما كيخيبش. ما حس بحلاوه الحياه اللي ما كيتعاودش. قلت لي راه ضروري يدوزوا عليك مشاكل باش تحس بحلاوه الحياه. عمره ما يحس بحلاوه الحياه اللي ما كيتعبش. خاصك تعب باش تعرف شنو هي الراحه وحلاوه الحياه ولا لا. وهنا غادي يعطي دي زيكزامبل. جام اللي مسطي في الزنقه ما كيتعبش. جام اللي باقي وقل فيهم اللي كيتعاش. عندك شي نار تكمي دابا عندك شي. انا بحال قلت لك كنصح عاوتاني كيقول عندك شي نار تكمي. عندك شي نهار تاجر الكمايا. نهار تاجر تي شي مكلب لك ما طلعش. يعني بلا ما تغرب الدنيا وتتاجر وتكمي ولا هذاك الشيء راه اللي مكتب تعيش هذاك الشيء اللي مكتب لك ويعاود يقولها من بعد. انت عاوتاني غيقول لهم هنا ما تلاحش على العاقه على الفلوس كي المهاوش مصوفش باغي على الفلوس الفلوس الفلوس. عاب شويه غتعيش هذاك الشيء اللي مكتب لك. عاش العاقه كي المهاوش وانا غير نجري واخا ما عارفش. وانا غير نجري واخا ما عارف. يعني كيبين انه مازال تالف. فين مشيت داخل بيا العار شكون الشير شكون اللي بالي قارد.
هنا كيضوي على لونطوراج اللي كان صاحبه في هاد المشاكل كامل اللي كان داير، بغي مداخ مابقاش عارف شكون اللي صاحبه شكون اللي ماشي صاحبه، يعني بقى ديخ، يعني ما عارف شكون هو اللي يشير ولا شكون اللي باغي ينقارض. يعني يمكن شحال من واحد ولا شحال من صحابه في هاد البريود الصعيبه اللي دوز واللي كان تساهم في الغبره ديالو كان كيتصاحب ليه يشيرو، هو في الحقيقه راه باغي عين قارض وما وقفش معاه ولا عطاه بالضر. الحاجه الوحيده اللي بقات فيكس حياته هو انه ديما هالك صدره كاعي ولا فرحان شاعل قارو، ديما هالك صدره فرحان كاعي شاعل قارو، خليها على ربي يا يعني صافي خليها على ربي، يا على ربي تعيش هذاك الشيء اللي مكتوب ليك ربي، واخا اللي قراب ليا داروا كلشي على قبلي، يعني واخا كاين شي ناس قراب ليه فريمون داروا كلشي على قبلو، كاين ناس مزيانين الا دارت لوب ربي اللي غيعاقبني، ولكن راه الا درت ذنوب راسي راه انا اللي غنتعاقب عليهم، يعني خليني عام ما بيني وبين ربي ما موتش على خزر باش نعور على قبري تستر قاصح شويه، قال ما نموتش على خانزه يعني على شي مرا من غير مو باش نهار نموت تخسر عليا ورده على قبري، يعني المره الوحيده اللي غتخسر عليك كثر من ورده ولا اللي غتبقى لي حياته كامله وحياته هي حياته هي الوالده ديالو. يعني من قال هذه الكلمه شعل كارونيت وقلب الطابله دابا، قال لها ماما يا ماما دعاويك نور في الظلمه ماشي ضو القمر، يحتاج القمر ما عندوش ضو، راه الرفلي ديال الشمس في القمر هو اللي كيعطينا الضو ديال القمر، يعني الضو ديالك حقيقي ديال بصح ماشي غفله. ضو القمر ضو القمر اه ماما يا ماما بين واحد الشخص مربوط حصان كحل كيبان لك حصان كبير صحيح وواحد مربوط فيه حوايج حمرين، يمكن كيريبريزونتي راسه انه كان مربوط شي حاجه اللي متعلقة بيه وكنت كتضرو حمر كيعني بزاف الحوايج مي داكشي انطونس. هاد الجملة هادي تبارطاجات بزاف البارح واللي ميساج لأي واحد فينا اللي عنده شي واحد عزيز عليه يتريتيه بحب قبل ما يمشي، يعني إلا مشيتي تلقيتي شي واحد قريب ليك عزيز عليك بين لي أنه عزيز عليك، بين لي أنك كتبغيه، بين لي أنك راه قريب ليه، بزاف المرات ما كنبينوش ولا ما كنعبروش تخسر والو بين ليه قبل ما يمشي، إما يموت الله يحفظ ما توقع عليه شي حاجة، لأنك يعني سيرتو الأقرباء ديالك بين ليهم الحب قبل ما يمشي ولا شي حد عزيز عليك. حيت راه هاد الحياه راه غتفوت راه غتمشي باش نتجمعوا عاوتاني الان فين في الجنه. يعني راه في الدنيا راه ما دايم لك والو، الاحباب لا عمر لا عمر ديالك كيزيد، لا الميليز لا الفلوس حتى حاجه ما دايمه لك، صوم الاحسن بيلا عزيز عليك انك كتبغيه تبقاش هز في قلبك ما تبقاش شاد طلقها. تتشد كبرنا غير في ظلمة على تابع ضلي، لما كبرت ماشي حياة سهلة ولا كذا كشي علاش تابع ضلي شكل ما تخرجوا عنكم سامو سطورة سنين، يعني يمكن خرج شي هضرة شحال هادي مع لونطوراج ديالو كذا وكلمة نية تصدقوا بالصح لازم موصل اللي كان عنده في ديك الوقت، يعني انه ديك لي بوك اللي كان عايشة صعيبة كلشي كان كيدوي عليه كلشي كيقيلو القال القيلو القال كيحني بها حتى ان اي واحد كيقدر يتقلب عليك كل ليل ونهار، قالت لك كتشوفو صاحبك ومعاك يقدر الغد لي كتشوف كيهضر على مشكلتك شو ضرو راسو بهذا الشيء ديال انه يبقى القيلو القالو كيتقلبوا عليك الى اخره. ماما كراتش كون غير حضانك بقا، يعني بكثرة الضغط ود المشاكل ما كرهتكم بقى مع الوالدة ديالو كدلعو كدير ليه اي 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 انتوا تشوفوا هنا ما كرهتكم بقيت في حضانك تقولي لي يا دانا يا 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 هو شوف بكيت انت هو انسان ضحك لي في وجهك انت معايا، يعني اول انسان شافهم اللي تزاد راه هي الوالدة ديالو واول انسان بكى ليه نهار تزاد اي سي شوف لاحظوا معايا انا التلفازه هذه غيبداو يكتبوا فيها كلمات بالشلحه جاست نو وان دابا، يعني ما بقيت نثق في حتى شي واحد من دابا وباي ذا واي راه هاد التلفازه واخا كنت كنقلب شحال كيبانوا ثلاثه الكلمات اللي هما تايري اللي كتعني الحب تو درت اللي كتعني الحياه وتحمجرت اللي ما عرفتش شنو كتعني بالضبط، على اين كتبان في التلفازه الصغيره بالكلمات بالامازيغيه، يعني راه كاين فيه بزاف لي ديتاي. تحيه لعلاء الدير الرئيس على هذا الكليب وكاع ليكيب اللي خدمت عليه. شوفوا هذا هو الطرق ديال لانكولي اللي رجع به مور عام وتسع شهور دو فيه على اهميه الوالده ديالو في حياته وعلى الانطوراج ديالو والناس اللي كان كيعرف اللي كيتكلموا بين الليل ونهار حتى لانه راه الحياه فانيه ما يبقى لك الاحباب لا الفلوس لا العمر، دونك من الاحسن بقى مزيان وعلى حتى المشاكل اللي وقعوا ليه. بالهنا لانكولي تبدل شويه سيغتو بارابور الالبوم ديال العربي اللي خرج فين فيه شي تراكات الحب الى اخره، دابا خذا الفيزيون الاخر وهادي معروفه عند بزاف الروابط ملي كيعيشوا شي ايفينمون في حياتهم كيبدلهم كيعبروا عليه حسن فاند كونط ولا في النهايه راه الموسيقى هي ميثود باش تعبر على راسك وداكشي اللي كيوقع عليك. انا شخصيا جاني تراك مختوم ونيفو ديال الكليب نيفو ديال الكلمات سي فري كوم انا ما ركزتش في الليريكس تقدر يجيك ماشي تراك ديال انك تبقى تعاودو، ولكن دابا بما اننا شرحناه كنظن انه تراك مخدوم عجبني بيرسونيلمون. نتمنى ولا نكون رجع بلو اكتيف علاش لا ماشي بروجي كبير، وتحيه لكاع الناس اللي خدموا في البروجي هنايا كيف ما كتشوفوا، نتمنى تكون عجبتكم وصحت لكم هي اهم حاجه ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو لي فراسكم.